اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا مع جوله في الصحافه والمواقع المحليه ومجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه. هنبدا جولتنا في صحافه اليوم من موقعنا موقع صدى البلد، ومنه نقرا: السيسي يستقبل رئيس شركه لورسون الالمانيه لصناعه السفن. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتر لورسون مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسون الألمانية العالمية المتخصصة في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء بحري حسام الدين قطب مساعد القوات البحرية للشؤون الفنية، واللواء بحري محمد إبراهيم رئيس شعبة التسليح البحري. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصة ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم. وثمن الرئيس السيسي التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن. ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسون بالفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خاصة مع جهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية وتحسن مناخ الأعمال. ومن بوابة الشروق نتابع: مدبولي يتابع تنفيذ التكليف الرئاسي بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرنس بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة في ظل وضوح الملكية في هذه المدن. ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية. وأضاف أن الوزارة أنشأت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري، وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة مع عرض صور للعقود المسجلة على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية بهدف حصر الملكيات وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم. ومن بوابة الشروق أيضا نقرأ خبر بعنوان: وكيل النواب يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة في ملف حقوق الإنسان. شدد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العنين على دور الدبلوماسية البرلمانية في الفترة المقبلة، وقال أبو العنين حول ملف حقوق الإنسان: يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة أحيانا والمغرضة أحيانا أخرى. وأضاف: لا نقف موقف المدافع عن النفس، بل نعمل في إطار منظومة متكاملة لشرح الصورة الحقيقية وعدم السماح بتمرير البعض وجهة نظر واحدة. وأكد وكيل مجلس النواب رفضه اعتبار حقوق الإنسان ملفات حرية الرأي وأوضاع السجون فقط، معتبرا أن الاتهامات الموجهة لمصر في هذا الملف لا تحظى بمصداقية. وتساءل:
لماذا لا يتحدثون عن الحق في الأمن والنقل والصحة والسكن وغيرها من الحقوق؟ وبشأن جائحة كورونا قال أبو العينين إنها فرضت تحديات جديدة على مستوى العالم، والدولة والرئيس يسابقان الزمن لتحقيق الأهداف والطموحات التي تصبو إليها الدولة. وأضاف الرئيس يسابق الزمن وخطط ونفذ قفزات استباقية في كافة مناحي الحياة، وبذلك تسير الحكومة بنفس السرعة والدولة المصرية حققت قفزات. وقال وكيل مجلس النواب إن التنمية التي تحققت في ربوع مصر بمثابة القيمة المضافة على الأرض، مردفا توجد مشروعات عملاقة ومدروسة، وهناك مشروعات في كل ربوع البلاد وفي الصعيد وسيناء. وشدد على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات من خلال محفزات جديدة، قائلا إن الجائحة خلقت تحديات جديدة على مستوى العالم في ملف الاستثمار والفرص المتاحة أمام الجميع، والمرحلة المقبلة ستحمل شعار التنافسية من أجل الاستثمار. وأبدى أبو العينين سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس النواب وهيئة مكتبه، وقال إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كانت تاريخية وعكست الشفافية والوضوح، وإجراء الانتخابات تم بديمقراطية وحرية مطلقة. وبشأن تشكيل المجلس قال وكيل مجلس النواب إن التشكيل الجديد يحقق التشكيل الطبيعي للشعب المصري ويضم خبرات جديدة، مضيفا أن الشباب يريد تقديم شيء جديد يبشر بالخير. ومن بوابة أخبار اليوم نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان ماذا نريد من البرلمان القادم. وقالت فيه: استمتعت بحضور أولى جلسات برلمان عام 2021، برلمان الأمل الذي افتتحت به مصر مستقبلها الجديد، وشاهدت بكل فخر هذا التمثيل المشرف لسيدات مصر الفاضلات، وأسعدني وجود 162 نائبة. ترأست إحداهن الجلسة الأولى للبرلمان وهي الزميلة الصحفية فريدة الشباشي، وشعرت بأمل كبير في المزيد من الفتوحات التي تفرزها مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخير هذا الوطن. فالانتصارات ليست فقط في كافة المواجهات والتحديات على أرض الواقع، ولكن أيضا في استنفار قدرة المصريين على العطاء بكافة فئاتهم. فالمرأة كانت شريكا دائما في كافة معارك هذا الوطن في كل مراحله التاريخية، ثم تابعت قسم الأعضاء بأن يحترم كل منهم الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. وسألت نفسي ماذا ننتظر من البرلمان الجديد حتى يصير بحق برلمان الأمل الذي يليق بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وجدت أن أول التحديات هي أن يثبت هذا البرلمان أنه برلمان لكل المصريين منهم وإليهم، والأمانة تقتضي أن نشهد بأن البرلمان الماضي كان استثنائيا، جاء بعد ثورة 30 من يونيو العظيمة وبعد عام أسود من حكم قوى الظلام، واستطاع بقيادة رئيسه البرلماني القدير الدكتور علي عبد العال أن يواجه الأزمات في أوقات عصيبة بوعي وحكمة، وبمساعدة الوكيلين السيد محمود الشريف والنائب سليمان وهدان، ووضع القوانين والتشريعات التي تجاوز بها الوطن المرحلة الانتقالية ليعود التشريع لصالح الشعب لا لصالح فئة أو طائفة أو جماعة، وتصدى للإرهاب. وكانت السلطة التشريعية شريكا مع جيش مصر العظيم وشرطته المدنية وقضائه الشامخ في كافة الإنجازات والانتصارات التي حققها الوطن. فإذا كان مجلس النواب الماضي هو برلمان التحدي، فإن هذا البرلمان هو بحق برلمان الأمل، ممثلا في رئيسه الجديد المستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. ومعارك هذا المجلس في دورته الجديدة لا تقل شراسة عن المجلس السابق، فالوطن يمر بنفس التحديات، وأضيفت إليه تحديات الموجة الثانية لجائحة كورونا. وللحق فقد أحسنت مصر التعامل معها في العام الماضي، ولا نزال في جائحة أو في حاجة إلى الأمل في تجاوزها على يد هذا البرلمان الجديد بقيادته المبشرة بالأمل.
الأمل يحدون أن تستمر نظرة المواطن إلى مجلس نيابي لكل فئات الوطن متجانسا وعونا للحكومة ورقيبا عليها لتحقيق الإصلاحات وعبور كل التحديات وترسيخ الديمقراطية وقادرا على تعظيم مكاسب التنمية، كما وصفها البرلماني المخضرم ورجل الصناعة محمد أبو العنين الذي استلهم رؤية قائدها خلال المناقشات المستفيضة في جلسات المجلس السابق بخبرته الطويلة في مجال الصناعة والسياسة، علاوة على تسخير علاقاته الدولية لكشف الحقائق وزيف وأكاذيب الجماعة الإرهابية تحركه مصالح الوطن، ويواصل دوره بعد تجديد الثقة الجماهيرية وانتخابه في المجلس الجديد التعامل بوعي وحكمة مع كافة القضايا الداخلية والخارجية. نريد برلمان وطن وأمة، لا برلمان فئة أو مصالح شخصية. الأمل في برلمان ينحاز لحرية التعبير والعدالة الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية تواكب العصر في التنمية الاقتصادية. برلمان لا ينسى أن المعارك والتحديات التي واجهتها ثورة 30 يونيو العظيمة لا زالت شرسة، فلا يزال أمامنا تحدي جائحة كورونا يهدد كل بيت وأسرة، وكل أسرة تنتظر المصل الجديد بمعايير عادلة تضمد الجراح التي خلفها فيروس كورونا. نريد برلمانا يتجاوب مع ما يطلبه وطننا من تقدم وتنمية ونهضة اقتصادية، يتجاوب مع طموحات رئيس يسابق الزمن لتغيير الحاضر وبناء دولة حديثة ومستقبل مشرق لأبنائه. نريد برلمانا يوفي بالعهد ويثبت أن كل مصري سيظل دائما في خدمة وطننا وأمتنا. حمى الله مصر من كل سوء ووفق برلمانها بغرفتيه النواب والشيوخ ليبقى مدافعا صلبا عن مصالح هذا البلد وقائدها وشعبها. وننتقل إلى بوابة الأهرام ومنها نتابع التضامن. إعداد برامج للتدريب على الحرف للمتعافين من الإدمان بحي الأسمرات. قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنه سيتم إعداد برامج للتأهيل والدعم النفسي لمن أتموا البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، وكذلك تدريبهم على المهن الحرفية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل لضمهم ضمن مبادرة بداية جديدة لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي. جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج أول دفعة أتمت البرنامج العلاجي من الإدمان بحي الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحي الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى. يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. ومن موقع قناة صدى البلد نقرأ مؤسسة فاروق حسني تعلن فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون الدورة الثانية. أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون الدورة الثانية لعام 2021 في مجالي التصوير الفوتوغرافي والعمارة، وذلك اعتبارا من 15 يناير الجاري. وأوضحت مؤسسة فاروق حسني أنه يمكن التقدم بطلبات الترشح للدورة الثانية من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت. وأعلنت المؤسسة أن مسابقة العمارة تتيح المشاركة للمعماريين المصريين لمن لا يريد يزيد عمرهم على 40 عاما وتبلغ قيمة الجائزة 100,000 جنيه مقسمة كالتالي: 50,000 جنيه الجائزة الأولى، 30,000 جنيه للجائزة الثانية، 20,000 جنيه للجائزة الثالثة. وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة كل من المهندس المعماري شهاب مظهر والمهندس الاستشاري محمد أبو سعدة
رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والمهندس المعماري حاتم السعيد. أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي فقد تقرر أن تتاح المشاركات للمصورين المصريين لمن هم من بين سن 18 عام حتى 35 عام، وتبلغ قيمة الجائزة 100,000 جنيه مقسمة كالتالي: 50,000 جنيه للجائزة الأولى، 30,000 جنيه للجائزة الثانية، و20,000 جنيه للجائزة الثالثة. وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي الفنان أيمن لطفي والفنان عماد عبد الهادي والفنان جلال المصري. ونذهب لليوم السابع ونقرأ: التعليم تعلن انتهاء مناهج الفصل الدراسي الأول أونلاين غدا من دون محذوفات. تنتهي غدا الجمعة في 15 من يناير الجاري الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسي الأول لشرح مناهج الترم الأول من خلال التعليم عن بعد من دون محذوفات، وبعد توقف الدراسة نهاية ديسمبر الماضي وتحويلها إلى نظام التعلم أونلاين خلال الفترة من 2 حتى 15 من يناير الجاري. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إن شرح المناهج متوفر طوال فترة إجازة نصف العام الدراسي، وستستمر القنوات والمنصات في توفير المراجعة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تنطلق بعد 20 من فبراير المقبل لتقييم الطلاب. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد عدم بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في 23 من يناير الجاري على التابلت من المنزل قائلا: هذا الخبر لا أساس له من الصحة. ومن موقع الوطن نتابع: كاميرات مراقبة بمزلقانات السكك الحديد لضبط التشغيل وتقليل حوادث القطار. أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تركيب كاميرات مراقبة على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك لضبط عملية التشغيل وتقليل حوادث القطارات، مشيرة إلى أن مشروع تركيب الكاميرات سيتم على مراحل عديدة، وستكون المرحلة الأولى هي تغطية 300 مزلقان، مؤكدة أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين. قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إن مراقبة مزلقانات السكك الحديدية بكاميرات سيعمل على ضبط التشغيل وتقليل وقوع حوادث القطارات، مشيرا إلى أن التحديث والتطوير المستمر بكل جوانب المنظومة هدفه تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، موضحا أن قطارات السكك الحديدية تقل يوميا نحو مليون راكب. ومن بوابة المصري اليوم نتابع الصحة: تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة من الوفيات. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 677 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120,312 حالة حتى أمس. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 996 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 58 حالة جديدة. ويذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 152,719 حالة، من ضمنهم 120,312 حالة تم شفاؤها و 8,362 حالة وفاة. وننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن موقع سكاي نيوز عربية نقرأ: بايدن: أحداث الكابيتول وقعت بتحريض من ترامب.
عبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس عن أمله في أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية بشأن عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: أأمل أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية بشأن العزل بينما يعمل على الأعمال العاجلة الأخرى. وفي بيانه ذكر بايدن بأن أعمال العنف الدموية التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول وعاثوا فيه خرابا هي هجوم إجرامي مخطط له ومنسق نفذه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرضهم الرئيس ترامب على هذا العنف. ما حصل كان تمردا مسلحا ضد الولايات المتحدة ويجب محاسبة المسؤولين عنه حسبما نقلت فرانس بريس. وما زلنا في الشأن العربي والدولي ومن موقع روسيا اليوم نقرأ: إنني حزين ومصدوم، ترامب يخاطب الأمريكيين مع اقتراب يوم تنصيب بايدن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصيب بصدمة وحزن من اقتحام الكونغرس متعهدا بأن تتم محاسبة كل المشاركين فيه، وقال إنه وجه باستخدام كل الموارد لفرض النظام أثناء نقل السلطة. وقال ترامب في كلمة مصورة نشرت على حساب البيت الأبيض في موقع تويتر ولم يتطرق فيها إلى قضية العزل: أريد أن أكون واضحا جدا، إنني أدين بشكل غير قابل للتفسيرات العنف الذي شاهدناه الأسبوع الماضي. لا مكان على الإطلاق لأعمال العنف والتخريب في بلادنا، كما لا مكان لها في حركتنا. جعل أمريكا عظيمة من جديد، يعني الدفاع عن هيمنة القانون. بكده تكون انتهت جولتنا في الصحافة، ودلوقتي هسيبكم مع فاصل، وبعد الفاصل هنتابع أولى فقرات برنامجنا. تابعونا وقوة روح الفتاة.